صادق البرلمان التونسي في جلسة عامة بالأغلبية على لائحة تقدمت بها كتلة الحرة بمقتضاها يطلب مجلس النواب من الحكومة تقديم العائدين من الإرهابيين التونسيين إلى تونس للقضاء الوطني لمحاكمتهم. أما بالنسبة إلى الفارين فتقدم الحكومة ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لتتبعهم ومقاضاتهم. وبلغت اللائحة المصوت عليها ب 117 صوتا واحتفاظ 7 نواب بررت هذا الإجراء بتعذر مباشرة السلطات القضائية والأمنية في تونس لأعمال التحقيق والمحاكمة ضد من تحصن بالفرار من الإرهابيين التونسيين في وقت يتهم فيه القضاء التونسي بالبطء الكبير في معالجة ملفات الإرهاب، وفي وقت تقدر فيه السلطات عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج بنحو 3000 عنصر. تعد هذه اللائحة خطوة إضافية لتضييق الخناق على هؤلاء المرفوضة عودتهم إلى التراب الوطني شعبيا وعلى مستوى المجتمع المدني. مكافحة الإرهاب في تونس حملت جديدا آخر هو تعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر بسبب تشدده والتحريض على الكراهية والدعوة إلى قيام دولة الخلافة مثل ما بيّنته النيابة العامة. حزب التحرير هنالك جبهة مدنية وشعبية قوية تدعو السلطات إلى حله في عديد من المرات، حله نهائيا، ولكن يبدو أن الحكومة تتبع سياسة التدرج في هذا الاتجاه، خاصة وأن برنامج هذا الحزب متعارض تماما مع قانون الأحزاب في تونس وأيضا مع الدستور سنة 2014. على المستوى الأمني يواصل الجيش التونسي تتبع العناصر الإرهابية التي اغتالت الراعي خليفة السلطاني على سفوح جبل المغيلة بولاية سيدي بوزيد بالوسط التونسي الأيام الماضية. عمليات التمشيط المتواصلة بالجبل التي تقوم بها الوحدات العسكرية أسفرت عن إصابة جنديين بجروح خفيفة جراء انفجار لغم أرضي. حادثة اغتيال الراعي خلفت صدمة كبيرة لدى التونسيين بشكل عام، لأن شقيق هذا الراعي كان قتل بالطريقة ذاتها منذ أشهر، أي سنة 2015، ما دفع السلطات الأمنية والعسكرية إلى التهديد والوعيد برد قاس ثأرا للراعي خليفة السلطاني.